حياكم الله ويانا. انا يعني بطلع شويه مع الاستاذ من الاخوان، لكن هو موضوع شويه في جزء من الرياضه، ما ابي اترك المجال للاخوان يعلقون عشان ما ابي اتشعب في الموضوع عشان لا يصير برنامجنا سياسي. لكن احد الاخوان تو ما ابي اقول اسمه دز لي تغريده منشوره في جريده رسميه، هي جريده الجريده. انا صراحه شدني في الموضوع، خل يعني ما ابي اتطرق لاكثر من جانب، لكن اذا كانت هذه التغريده بالفعل لنائب في مجلس الامه يمثلنا احنا كشعب ونطلب منه ان يحافظ على بلدنا ويحمي ديرتنا من الفساد ومن الامور اللي تحصل، يعني تخيلوا شنو كاتب. انا ما ادري اذا الاستاذ عوده الرويعي يوصلوا له هالعتب من رياضيين، يعني من رياضي انا 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 يقول دوله الفساد افضل من اللا دوله. يعني اليوم اتكلم على مستوى الرياضه، يعني لو في فساد بالرياضه عادي ما يخالف نمشي الحال، بس اهم شيء انه والله ما في دوله، ما في دوله معقوله استاذ عوده؟ هذا تصريح من رجل لازم يحمينا من الفساد ويحمي ديرتنا من الفساد، معقوله؟ يعني عادي احنا كرياضيين يلا ناس تبوق مثلا من فلوس ميزانية الدولة للرياضة، ناس والله خلت تفسد في الملاعب وتفسد في المنشآت وتفسد في منتخباتنا، يلا بس اهم شيء ان الدولة موجودة. هل هذا منطق عيال استاذ عودة؟ وانت رجل تمثل الأمة، انا ما ابي يعني اكسو اكثر على الكلام، لان هذا كلام موجود حاليا في تغريدة، بس ما سمعته منك بصراحة بذي ولا شفته عشان اطول بالحكي في هذا الموضوع واترك المجال للاخوان. لكن انا حس في خاطري صراحه ان هذا تصريح يطلع من نائب احنا من مرشحينه كشعب انه يحمي ديرتنا من الفساد، معقوله؟